معقول نسيك يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما أسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنة. أنا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك، يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت ان ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء انها مش محتاجة كلام، ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. محتاج وقت عشان افتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش، خلاص قوليلي عايزة تقولي ايه، بس واحدة واحدة. ها أدا ده السجن ولا في السجن؟ كنت عايش ازاي في السجن؟ مسجون، مسجون بين أربع حيطان يا ولداه، وسط وشوش كئيبة. إنما أيامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى الكلام في اللت والعجن دي ليله، سلام، دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا دي ليله بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها وحشتك. يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله، قولي لا اله الا الله. دي لا اله الا الله. حلو، دي حكايتك يا كرامه، شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتحرم منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص ايام ولت. تلعب ريست 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 في العالمين. بس ما تخميش. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المره الجايه هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه، زي ما اكون مجنونه ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عامله مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل؟ انت مش حمل ضاويه ولا حمل سماها، ولا حد في الكون ده كله حمل جزة من نبأ. انت اللي مخك مقاس رجليكي، ضيق وعايز له قالب. معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني، لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاويه دي تتمنى تقلعي لها عين، ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها
لازم توطي وتحب على ايد فنزينة. ليه؟ ده انا على ذمة راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشة في ام الخير، تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف. ونقدر نقيم راسنا في السوق. ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب. وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه. وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك إيه يا مطرة؟ اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهارده برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخوا عيال في الزحمة؟ ويا ريته نفع. وجاي اخر الليل تنام ولا كان ابنك راح منك؟ كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطره؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشه. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده. وده اخر كلام عني، يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي يا حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. فريوة، أول مرة أنا تعدي معاك نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم.
مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجه، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاجه. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شويه البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمه خميس. ماشي يا حاجه، والله انا كنت بقول كده برضه. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل. ومن بكره ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاجه، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاجه. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هات يا جمايل واعدل المايل يا كريم. بالاذن يا حاجه. مع السلامه يا اخويا. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. ايه يا مطني؟ الزوزي فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. اشوفوا لي فاني ده. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اغفل. يا كرامه مالك؟ خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه. بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟